الثقه فينا بزاف، لان تالمنا من القلب ديالنا، تالمنا من الجوارح ديالنا كامله، يعني بقى فينا الحال وحنا معاه، يعني حنا تنساندوه في قلبنا، تنساندوه من جميع المسائل، يعني حنا تنساندوه من قلبنا ومن العاطفه ديالنا كامله اخويا العزيز. يعني نتمنوا ربي سبحانه وتعالى ينصرو، وغادي ينصرو باذن الله، لانه ما يستحقش هذاك الشيء اللي فيه، هذا هو اللي كان. وسعد ربي العالم، يعني ما يمكنش يعوضوا شي واحد في قلبنا، يعني ما يمكنش يعوضوا شي واحد. وتلقينا خبر كجميع المغاربه، يعني الصحافه الالكترونيه هي اللي كانت سباقه في هذه المسائل. تفاجئنا في الاول ما تيقناش، وحنا لحد الان انا ما متيقش، يعني تنقول سعد راه كاين حدانا، لان ما يمكنش سعد ما يمكنلوش يكون بحال هكاك. يعني سعد انسان متخلق بزاف ومربي بزاف. كان اخر اتصال بيناتنا بون ملي جينا من مصر، يعني كان عندنا كونسير في شرم الشيخ، كان كونسير في المستوى العالي، يعني شرم الشيخ كلها تهزات يعني بهذه الكلمه. ومصر ما سهلاش كقوه فنيه عربيه وكقوه فنيه في الشرق الاوسط انها تتنظر لسعد بانه سوبر ستار، لانه فعلا في سوبر ستار، اميغا ستار الا جينا نهضروا اميغا ستار. يعني اتصال بيناتنا ان البروغرام اللي غنعملوا، يعني افيك الشيف دوركستر ديالنا سي مصطفى الكراكي، يعني تيخبرنا الجديد اللي كاين عنده، يعني من ناحيه ديال البروغرام شنو غتكون. وهو كان تيوجد الكونسير، غيكون كونسير انترناسيونال، كونسير ما عمر شي شونتور عربي ولا مغربي غادي يوصل لهذاك النيفو. كان تيوجد شي حاجه اكسترا اوردينير. يعني ما كنتش بان هذوك منظمين ديال الحفلات وكشي حرب، الحرب ديالهم. انا ما تنعرفش، يعني ما نقولك شي حاجه اللي ما عرفهاش. انا ما تنعرفش شكون اللي تكون، لا تكون ضربه النجاح، تكون بيان سيو ضربه النجاح، لان هو مؤمن مصاب، ويل لمن اشارت للاصابع ولو بالخير. يعني السيد محسود صراحه، محسود على ذاك النيفو اللي وصل ليه، هذا هو الواقع، واي واحد غيبغي يهرسو. بالنسبه للفنان سعد مجرد، حنا خدمنا مع هذا الفنان الكبير تبارك الله، ستان كونت ارتيست، وحنا متاسفين ليه بزاف، متاسفين بزاف، لان هذا يعني جا سودامو، يعني تغفلنا، ما عرفناش شنو كاين، باقي ما متيقينش، فريمون باقي ما متيقينش، وكاينين شي حوايج غامضين، والله يدير شي تاويت الخير ان شاء الله. وسعد راه ماشي هو سعد اللي تنعرفو فهاد الوقت الراهين ديالنا، سعد ماشي هكا داير، وسعد سي ان كون كون ارتيست ومخلق بزاف، وخدمنا معاه وشفنا معاه غير الخير. ويعني هما كفرقه موسيقيه كيفاش كيتعامل معاكم سعد؟ سعد الحمد لله كيتعامل معنا معنويا بزاف، تبارك الله، معنويا كيتعامل معنا بزاف، ويعني احنا اصدقاء ابر قبل ما ندخلوا للحفل كنكونوا دي زامي، يعني ما كتكونش بيناتنا الموسيقى، كنهضروا في دي سوجي واحد اخرين، كنضحكوا كنشطوا، كنقادوا بيناتنا شنو غادي، المهم كيكون واحد الجو عائلي، بحال اللي ماشي موسيقيين، يعني بحال اونتخ فامي، يعني وملي كندخلوا كتكون داك لا كويرونس بيناتنا حتى في العزف. علاش؟ حيت قبل العزف خص يكون داك التفاهم، قبل الموسيقى قبل اي حاجه خص يكون تفاهم بيناتنا كعازفين، وما تكونش بيناتنا الحزازات والحمد لله كنا تنخدموا وكنا ديما كنكونوا في المستوى المطلوب. انا تنقول انا زعما قلبي معاه وقلبي مع والديه سورتو، وتنقول الله يدير لي فيها الخير ان شاء الله.